وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إدراج لقطة شاشة لصورة والتحكم بها بداخل برنامج وورد. طبعا حتى نضيف صورة نجي إلى قائمة إدراج ونضيف صورة من خلال إدراج صورة، أو بإمكاننا نضيف لقطة شاشة من صورة موجودة مفتوحة بسطح المكتب. طبعا يجب أن نفتح الصورة بسطح المكتب ومن ثم نختار لقطة شاشة ومن ثم لقطة شاشة. راح يختفي برنامج وورد وراح تظهر الصورة مع إضافة علامة الزائد مكان الماوس. طبعا راح نجي نأشر مكان الصورة أو جزء الصورة ومن ثم نترك الماوس راح تظهر الصورة بشكل مباشر. نلاحظ أن هذه الصورة بإمكاننا نصغرها ولكن حركتها صعبة جدا حتى نحول هذه الصورة إلى كائن ومن ثم نحركها بشكل مباشر. نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم التفاف النص أمام النص ونحرك الصورة بشكل مباشر. لو حبينا تكون هذه الصورة خلف النص نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف النص ومن ثم خلف النص. لاحظ أن الصورة أصبحت خلف النص. طبعا بالإمكان نخليها شفافة أو نبقيها كما هي. أيضا بالإمكان نعمل التفاف للنص حول الصورة بحيث ما تغطينا النص. نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف النص ونختار مشدود. إذا لاحظ أن الصورة راح تكون مشدودة مع النص وبالتالي راح تكون موجودة وسهولة أن نحركها بالمكان اللي إحنا نريده، وأيضا ما راح تغطينا النص بحيث النص راح يلتف حول الصورة.